لي زامي، سلام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم النهار عندنا غزال، جو زويون ما شاء الله. كانت شميسه ما نزلت الشتيوة، ولكن جو بونس غادي تنزل هاد الليله، هادي غادي تنزل الشتا، لان هاد لا سيمين عندنا كتكون ضل شميشه نهار كامل، وتو دانكو كتنزل واحد الرعده. سبحان الله، يعني ولا الجو ديال اللي يزيل، يعني بحال ما بقاش الجو ديال كيف ما كان قبل، ولكن الحمد لله. بالنسبه غادي نرجع لكم الوصفه اللي كنت حطيت معاكم في الفيديو اللي نزلت البارح. هذيك الوصفه البنات راها عجيبه، حاجه اللي نسيت انني ما قلتهاش لكم، بانها لا بودغ ديال الاملاء كتغمق شويه الشعر. يعني الا بغيتي الا كان شعرك مثلا في الاكاجو ولا في المارو المارون، تقدري تزيدي عليها معلقه صغيره ديال الكركدي، يعني باش ما يتغمقش لك الشعر. الو، من بعد مشيت عند جاري كاين في الخدمه معروف بالترومبلوي، راه لا بولونجري مارسيل في السيزيام، راه البنات هو معروف باللي ترومبلوي. دونك هاد المعلومه دي حبيت نشاركها معكم، لان بزاف كيسولوا كيبغيو يقلبوا على ان بون ادريس. ها هو يا هو بصراحه كيغلي شويه، ولكن انا جامي ذقتهم لانهم صراحه ترو سوكري، ولكن كاينين العشاق ديال الترومبلوي، راه كاين في سميتها في لا ري بوجو كي اون باراليل دو ري. الوغ من عشاق الشوكولا يبانو، اللي هو كيبغي الشوكولا يبان. كنت مشيت فاش مشيت لأرومازون ضروري خاصني نعمل انصو عند لينت، لانني كيجيبو جميع انواع الشوكولا ديالهم زويونين، وخويا كيحماق على الشوكولا ديالهم. دونك مشيت خديت له شي حاجه من عندهم، وجابوا الجديد، راه عندهم بصراحه واحد الشوكولا زويونه جابوها بنوا دو كوكو، عطاوها لي دقت منها ما نقولش لكم. دونك المغازان في دي كوفري في با مال دو شوز، يعني اي حاجه الناس اللي كيبغيو مثلا يكونوا معروضين وكيهديو الشوكولا، راه سي اون ميور ادريس. صوبت كيكا و سيترون، نورمالمون انا خصني ندير فيها واحد المعلقه ديال البافو كتجي مع الخليط اللي كنعملها به، ما لقيتوش عندي، درت في بلاصه البافو غرين دو شيا ديال سيترون، باقا ما دقتهاش هاد الوصفه هذه، خديتها من عند واحد ان شيف كويزيني فرونسي، وبصراحه لي كيك ديالو كيصدقوا الناس، قالوا لي راه ديال صحاباتي قالوا لي راه كيصدقوا لينا الكيك ديالو. جربتها ها نتوما، جات زوينه، غير هي الفوغ عند الحاجه كيحرق شويه، ما رديتش ليها الباب، ولكن جات طيبه. C'est magnifique, t'as commandé ça chez qui? C'est la chuma, je sais pas. Mais franchement, ça a l'air super bon. Non. Il est magnifique en plus. Attends, chez Pépin, oui, ça rigole. Bah, pas. Oui, hein. Moi, j'aime bien leur gâteau. Elle connaît la caline, mais... Non, là, c'est qui l'a fait? Oui, tu peux. J'aime bien leur galette de roi. Ouais. Oh là là, la galette de roi, c'est super bon. هاي على خالتي، خالتي لقيتي سهلة ديال اش درتي هاد الكيك ديال الشوكولا؟ لا لا، غير قولي غير قولي. الله يعطيك الصحة، تبارك الله، وصلى على النبي. هانتي الحاجة، أنا كنهضر مع الحاجة، هادي راه خالتي صاحبتك جارتك، هي اللي صوبت هاد الكيك، أنا غندوقها وغنقول لك واش صوبتها زوينة ولا لا. وسلمي على الحاجه، قولها الحاجه كي وصلت لك السلام الحاجه، ياك سمعتيها، هي كتسلم لك الحاجه. بنتك دارت كيكه محروقه. هاد الكيك جابتها واحد البنيته غزاله زوينه حاجه، شوفي تبارك الله غزاله بالفرومبواز، ولكن هاد الكيك الحاجه كنتسنى باش يذوقوها ويقولوا لي كي جات. سمعي الحاجه، خالتي عمرت براد ديالها تاي وقالت لي شوفي انا جبت لك براد ديال المغرب، ها هو مسحر، درتيه مسحر.
الله يعطيك الصحة. صوبت لينا بريريد باقي ما دقتوش، درتو سون سكر. الله يعطيك الصحة. هاد البراد ديالك ولا ديال صالحة؟ لا تاعي، جبتيه من الدار. انت هالك قطعتها الو. هنايا شنو اختاريت؟ تشهيت البنات الزعلوك، ولكن ماشي بالطريقه اللي كنديروا حنا في المغرب، درتو بالطريقه ديال الشرقيه وكتعجبني هاد الطريقه. كتحكيت بصله، انا ما حكيتهاش كامله، يعني كاينه محكوكه نورمالمون كتكون محكوكه مزيان، وكاينه معها درت معها الثومه وخليتها كتشحر في الزيت البلديه. دونك غادي ندوز هنايا، درتو في الاير فراير، دونك خديت زوجات من الباذنجان درتو في الاير فراير. دابا غادي نحيد له القشره ديالو فوالا، ومن بعد غادي تشوفوها انتو. والله الا طاب مزيان انتما، شوف كيجي ساهل. هادو بالنسبه للوصفه البنات اللي متبعات الريجيم، هادي كتصلح ليكم هاد الوصفه هادي. دونك غادي نطحنها مزيان، ثم البنات غادي ندير عليها الملحه ديال الهيمالايا شويه. وغادي نزيد عليها شويه ديال البواغ، كنبغيش انا بزاف ديال البواغ، ما كنبغيش بزاف. تعصروا عليها حامضه ولا ديروا الجو ديال الحامض، كيجي زوين الجو ديال الحامض مع الزعلوك. وضروري شويه من الهريسه، هاد الهريسه جايه من المغرب هادي، انا كتعجبني شويه الهريسه في الزعلوك، ما نديرها شويه ماشي بزاف. نحركوا هادشي مزيان ونخليوه يتشحر، وها وفي الاخر الزعلوك غادي يوجد. وها الزعلوك وجد. ملي غادي يوجد ليا الزعلوك ديالي، ها باش غنرافقوا البنات. خديت هاد لي مورسو ديال الطروفه ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج خديته، جابوه حلاله، جابوه من ليدل، وزوين زوين زوين كروستيون. غادي نديرو في الاير فراير وغادي نخليه يطيب على راحته هو باش غنرافقوا. وسميتها تقدروا تاكلوه بالخبز خص، ولا ما كانش لما بغيتوش تاكلوه بالخبز، انا كنشري هذاك الخبز ديال اللبنانيين، عرفتوا هذاك الرغيف ديالهم رقيق، مي كناخذو كومبلي يعني مصوب بالدقيق الكامل. كيجي البنات ما نقولش لكم، راه غير شويه وكيجي كيشبع، والبنه حاضره. انتم هاي راه خديتها جاب كاينه في ليدل، دايرينها في مع لي سير جولي. شوفوا كيفاش عامل، صراحه راه كافي، راه طويل يعني حساب لي. انا في الاول كان كيحسب لي مرصوات صغار، حيت اول مره كنشري هاد الطريفات ديال الدجاج. دونك بصراحه شوفوا راه كبار ما شاء الله. وغادي ندخلهم للاير فراير. الوغ غير النصيحه اللي نقدر ننصحكم هي ان البصله ملي ديروها حكوها، يعني ما ديروهاش ما تقطعوهاش، من الاحسن انها تكون محكوكه باش تذوب وكتجي زوينه. والزعلوك ملي كيطيب مزيان حتى هو تمعسوب مزيان، وعرفتوا راه كيجي في اللذه، كيجي زوين البنات، يعني ناقص من العطريه بزاف. درت فيها غير الملحه ودرت فيها البزار والسيترون وشويه ديال الهريسه. فوالا ها هو وجد. غير هي انا البصله ماشي حك ما حكيتهاش كامله، هي اللي جات شويه ولكن راه جا زوين البنات في المذاق ديالو. فوالا صحتنا. كوستيون